بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الكرام. ربنا خذ بأيدينا بالتمام وعرفنا بك حتى نقدرك حق قدرك يا حنان يا منان. أما بعد، السلام عليكم. الله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالأفضل الأقدر جل جلاله وعم نواله وعظم سلطانه. يقول ربي رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. أراكم إذا كان عندكم اليقين كما هو عندنا عن نحن أهل القرآن العظيم، احنا خاصة الله وأحباؤه. إذا كان عندكم يقين باش تولوا عارفين اللي مخلق السماوات، وانظروا للسماء وفكروا في علم الفلك، ولو مازال ما عندوش صفة العلم. على كل حال، عندهم يقول لكم في الظواهر الطبيعية اللي تأخذ لحظة من الزمان أو تمتد إلى آلاف السنين باش تعرفوا بالضبط نوعا ما يمتاز به عالم السماوات وما يميز عالم الأرض أو الأراضين. اعلموا باش يقينكم يزيد ويقينكم وعلمكم يتفاعلوا فيما بينهما، وهكذا تولي مؤمن حقا عاملين، لا قائلين فقط بل قائلين، لأن الله يحب أن تقول وتفعل. الجوان لو دي افيك لو في ان جوان اوسيتو دي اوسيتو في، فماش انياتوس، فماش لا فارق زماني ولا فارق مفهوم بين القول والفعل. اذا نصوم دي جون داكسيون بوزيتيف كونستركتيف، اي لي سالو دو ديبوكريت او داتوي سون يفون لو كونترير، اي نو اوكان ارغومون بلوزيبل. Ils ne sont que des menteurs et des délirants et des psychotiques. Et à la fin de la course, ils vont le payer chèrement. Wassalamu ala man taba al-huda.